كلام دي حاجه حلوه، خليه يقبلك لينا احنا يعني. لا وبصراحه بقى يدخل كمان في الليله دي، ما هو ده بقى اللي جاي. استناني بقى، خلينا نقول كده من قميص يعني رونالدو للنجم بقى محمد صلاح، وهو عبر كمان عن اعتزازه في مشهد كان حلو قوي امبارح بالسنوات اللي قضاها في صفوف المنتخب، منتخب طبعا الفراعنه. نشر كمان هو صوره ليه بالتيشيرت بتاعت منتخب مصر، وقال كده على انستغرام، قال 10 سنين وما زال العد، في اشاره طبعا للفتره اللي قضاها مع يعني المنتخب لحد هذه اللحظه. وزي ما قلنا صلاح وصل امبارح للجابون عشان ينضم لتشكيله الفراعنه لمواجهه الجابون المقرر ليها النهارده ان شاء الله ضمن منافسه يعني منافسه الجوله الثانيه للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. بالتوفيق ان شاء الله، واكيد كلنا ناس كتير جدا يعني كانوا سعداء بانضمام محمد صلاح، لان الفتره اللي فاتت الناس برضو تختلف او تتفق يعني ان المنتخب يعني من غير صلاح اكيد يقدر، بس برضو وجود محمد صلاح الى حد ما اضافه اكيد محترمه. فبالتوفيق ان شاء الله يبقى ماتش كمان حلو النهارده. يا رب ان شاء الله.